جوهرة اف ام. في هذا الوقت تقريبا توا 36 دقيقة وقت اللي توجه أغلب التوانسة لديارهم باش يشقوا فطرهم مع أصغارهم ومع عائلاتهم، فما رجال أخرى، رجال تونس، رجال الأمن، الحرس البحري ما يتوجهوش لديارهم بل بالعكس يطلعوا على المراكب نتاعهم وعلى الخفيرات البحرية نتاعهم لتأمين الحدود التونسية، لتأمين السواحل التونسية من كل مظاهر الجريمة المنظمة كالتهريب والاتجار بالبشر. معنا سي المهدي جريم، النقيب المهدي جريم، مرحبا بك. وبيك عايشك. اليوم اليوم باش نمشيو باش نمشيو نأمنوا سواحلنا، سواحل المنطقة سوسة تمتد هي من منطقة سيدي عبد الحميد توصلوا حتى الحمامات الجنوبية، باش نقوموا بسيتو في وقت شقان الفطر. ماكم تعرفوا الناس كل تمشي تاكل في ديارها، احنا نمشيو نأمنوا حدودنا من جميع عمليات التهريب، عمليات الهجرة غير شرعية. كيف كيف في وقت شقان الفطر من وقت ذاك وقت حساس ياسر، يعني نكون احنا يتم استعداد نتوجهوا في أكثر الوقت هذا في المناطق الحساسة. باش نعطيكم فكره على التجهيزات الموجوده في غرفه القياده اللي هي باسريل تسمى. عندنا الرادار اللي نتبعوا به الفلايك، معناها الموجودين زملائنا نجموا نعرفوهم وين موجودين عن طريق الرادار. يعني كل يعني كل خافره بحريه موجوده على كل خافره تلقاها موجوده لهنا، تنجم تعرفها قداش بعيده عليك، كيفاش تمشي لها، معناها باش تسهل عليك الخدمه. فهمت؟ عندنا الكارتة الإلكترونية، هذه الخريطة الإلكترونية نخدموا بها اللي تعطينا معناها العمق في البحر، تعطينا التضاريس اللي عندنا، تعاوننا ياسر في الخدمة، معناها باش نجموا نعرفوا بالخص في الليل كيفاش نخدموا، خاطر في الليل بحكم الدنيا ظلام واحد خدمتنا الكل بازية على الرادار وعلى الكارتة الإلكترونية. فهمتني؟ على الخريطة الإلكترونية. نشوف فيكم انتم اللي تحضروا اللي يعني شقان الفطر، ما يجيكمش حاضر؟ لا ما جيناش حاضر، احنا الموجودين، معناها الاكيباج موجود على الفلوكه اللي باش تخرج باش تخدم هو اللي يركع شقان الفطر وفطور نطيبوا وحدنا وكل شيء واحد، نتعاونوا شوي، واحد يقطع سلطه، واحد يطيب مرقه، واحد يطيب شوربه، واحد يطيب بريك، لاباس نزلوا بعض الناس كليك وكل شيء يمشي كما تراك لاباس. احنا بالنسبه لنا احنا الخدمه ديما 24 ساعه 24 ساعه حيين موجودين في البحر، نطيبوا ماكلتنا، نطيبوا عشانا، ما نمشيوش نلوجوا منين ناكلوا ولا باش نلوجوا حاجه، لا ماكلتنا نحن نطيبوها، نخدموا نحميوا في الوطن، نخدموا في دولتنا، وان شاء الله كل عام احنا حيين بخير. ديريكسيون للزميل اللي يسوق بحكم قلت له راه ثم قدامنا زوج فليك، يعني احنا تو باش نمشيو في اتجاه الفليك. زوج فليك شفناهم بالجمال تو حاليا نجم نراهم حتى بالعين المجرد، قربنا منهم شوي، بعيد شوي نجم نشوفهم بالجمال ثبت منهم. يعني شنو المراكب هذيك؟ مركب صيد، مركب معناتها نتاع سلعه، مركب صغير ترفيهي، مركب كذا، بالجمال نجم نثبت نتاكد بشبه من المركب هذاك. واحنا تو باش نمشيو في اتجاه المراكب هذوك، نمشيو في اتجاه المراكب هذوك نشوفوهم ونعملوا لهم كنترول ونشوفوا اش عندهم. الخدمه هذه يوميه.
ليش نعمل نقوموا طوب احنا من المهم تاعنا مراقبه الوثائق القانونيه للمراكب ومقاومه الصيد العشوائي. احنا المركب باش نقوموا بعمليه مراقبه الوثائق القانونيه نتاعو وثائق المركب، شوفوا رخصه الملاحه، رخصه الصيد، همش فاليديتي نتاع الدات نتاعهم مازال فالابل ومش فالابل، ثبتوا في الوثائق ونشوفوا في العباد اللي يخدموا غاديك مقيدين عندهم في دفتر المتن في دفتر في دفتر نتاع المركب ولا كيف حالك البركة؟ طيب باش نشوفوا الوثائق القانونية بتاع مركب نتعرضوهم بالوثيقة بالوثيقة نشوفوهم. الوثيقة الأولى ذي وثيقة رسم جنسية سفينة رايج سفينة تونسية معناها. نشوفوا رخصة الملاح ورخصة الصيد احنا نلوجوا عليهم. الوثيقة ذي هي رخصة الصيد، رخصة الصيد ذي موضوعها باسم المركب ذي صالحة. نشوف المدة الصلاحية متاعها وين صالح. الرخصة ذي صالحة 31 أكتوبر 2017 معناها الوثيقة القانونية صالحة نجم يخدم على روحه ويصطاد على روحه الأصناف المائية المرخص فيها. هذه رخصة الملاح باش نثبتوا كيف كيف الفاليديتي نتاع نتاعها. ذوما 12 موا سيسون ايكولي ابارتير دو 22/06/2016 معناها فالابل حتى 21/06/2017. احنا اليوم مازلنا مازال كلكو جور والرخصة رخصة صيد الملاح نتاعو توفى. هو يعمل مطلب للإدارة المعنية الملاهي بذية باش يجيو يعملوا له مراقبة للسفينة نتاعو معاينة ويزيدوها في الرخصة نتاعو. هما هذو هما الوثائق اللي شفناهم في المركب، هذو هما تشوفوهم ثبتنا فيهم. يعني أموره كلها قانونية؟ أموره قانونية 100%. أموره قانونية. طيب باش نرجعوا له الوثائق نتاعو ونشكروه ونقول يعطيه الصحة خاطر تعاون معنا كل شيء ونشكروه. نرجعوا له الوثائق. شربتكم هاي بسم الله هاي عشان صحة شربتك هاتيك صحة عش كنت بلمث شفناهم اللي جماعته ويفطروا لكن انت بقيت لهنا علاش هكاو يزم واحد يقعد في الفيت من المراقبة تصيرش حاجة تصيرش ما نجموش لعبد الكل ناكلوا فرد وقت يزم ديما عنا المراقبة موجودة دونك نبدلوا على بعضنا معناها كل مرة واحد يشد الفي والبقية ياكلوا من بعد ما يكملوا هما نمشي أنا ناكل ويجيو هما ياخذوا علي الريليف معناها المراقبة فهمت المراقبة فاش تم المراقبة كيما ترى يلزمنا نقعدوا نراقبوا على الرادار نشوفوا فماشي سفينة مشبوهة فماشي تحرك في البحر ماهوش عادي فماشي حاجة نجم خاطر السفينة تقترب منا العباد الكل تبدا تاكل السفينة تقترب منا تعرفش على البلاي منين يجيك معناها العباد تبدا تستنى في اللحظة كيف نادي وانتم تعرفوا العمليات الإرهابية مكثريتها كل صارت في شقان الفطر معناها دونك إذا فما شكون ديما يقعد في الكونترول وقدرة ربي لاباس بك تقريش في الدار هذه تطبيع احنا القسم الواحد
بخصوص فرق، فريق يفطر بالفيسا وفريق الثاني يقوم بعملية على الرادار يراقب فيها فماش ديزيكو فماش ديزونيتي معناها مراكب. احنا تو قدام منطقة سياحية بالقنطاوي، فماش مراكب وقت وقت الافطار موقت حساس، فماش مراكب باش تتجه مراكب سريعة تتجه المنطقة السياحية، فماش مجموعة إرهابية باش تقوم بعملية انذار والحاجة. احنا قلنا الفريق الثاني يقوم بعملية رصد المراكب هذه، وبعد ذلك في صحنا الفريق الأول يكمل ياكل ونبدلوا ياخذوا على الفريق ذاك الثاني وياخذوا بلاصتهم، الفريق المفترش يمشي شق فترة. نواصلوا دوريتنا عادية، نقوموا بتأمين الحدود نتاعنا من عملية الاجتياز وعملية التصدي نتصدى وزيد الصيد العشوائي بجميع المظاهر نتاعه، نتصدى وزيد العملية التهريب فيما عملية التهريب كسوة دخان سيتو دخان دوما والمعسل نتصدى لهم عملية الكومة ونوصل دوريتنا في إطار العمل نتاعنا العادي. أرواحنا دماؤنا لأمنكم نعطيها مهرا للألم.